قبل لا نبدأ هذه التغطية لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو دعما للقناة، واكتبوا لنا في التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم في الأيام الجاية. سمعنا فخامة ألمانية، فخامة يابانية، فخامة أمريكية، أما الفخامة الصينية فاليوم بنشوفها هونشي H9، تعتبر من أفخم السيارات السيدان، ما شاء الله بتصميم خارجي جميل وأنيق وعصري. طبعا التصميم هذا اكيد يذكركم بالسياره الفارهه روز رايز، اكيد اغلب الناس راح يقولون نفس التعليقات في التعليقات، لكن ما شاء الله السياره طبعا في لها سياره ثانيه باصور كل السيارات اللي هنا. الان نبدا بالهونشي، فالسياره ما شاء الله جايه بمواصفات ومزايا جدا عاليه. هذا الجزء الخلفي طبعا من فترة وانا ودي اصور لكم هذه السيارة، لكن للأسف ما سمحت لنا فرصة غير اليوم، وهذه هي بجزء كامل. طبعا بمحرك V6 6 اسطوانات، ما شاء الله في حال السيارة ناس كثير سك بانوراما. هذه مواصفاتها، سيارات رئاسية أما السيارة الأولى في الصين اللي سعرها متجاوز 1,000,000، فالسيارة الرئاسية أساسا يسمونها هذه. هذه ما شاء الله L5، ما شاء الله سيارة بتصميم جميل، تحس تصميم كلاسيكي. طبعا مقفلة كل الأبواب، وهذا الجزء الخلفي. طبعا هذه برضو سيارة تعتبر من السيارات الفخمة H6، محرك 3.5 لتر، يعني بمختصر 6 سلندر. كل هذه المواصفات موجودة عليها. HS5 كروس اوفر، صغيرة الحجم ضمن عائلة هونشي، سعره 171,000. محرك 4 اسطوانات 2000 cc، هذا الجزء
هذه اخر سياره وصلت تبت تشينا اكيد، سياره كهربائيه كروس اوفر كهربائيه بشكل كامل HS9 ما شاء الله. طبعا نفس التصميم في السيدان لكن على كروس اوفر، وجايه كمان كهربائيه. ما شاء الله سيارات هانشي كلها موجوده الحين، هذه الاضاءه الجانبيه. فما شاء الله صورت لكم اليوم كل سيارات هانشي الموجوده في صاله التوكيلات العالميه او جناح التوكيلات العالميه بمعرض جده الدولي. وهذه HS7. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. ما شاء الله سياراتهم كلها بمواصفات جميلة. طبعا 3 لتر يعني 6 اسطوانات. ما شاء الله حتى المواد المستخدمة تحسها بجودة عالية. الكنتارة. هذه مواصفاتها. $278,000 أو $87,000 سعر السيارة. ما شاء الله سيارات متميزة بالفخامة ومتميزة بالمواصفات وبالمحركات. نادرا ما تلقى سيارات صينية بمحرك V6 أو 6 اسطوانات، لكن ما شاء الله أغلب سيارات هانشي جاي بإي في أو 6 اسطوانات أو 4 اسطوانات كلها فخمة.